تمكن عناصر الفرقة على أقاليم الدرك الوطني بقصر البخاري في عملية نوعية وفي ظرف قياسي أقل من 36 ساعة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 31 و50 سنة، مع استرجاع 1,78 مليون سنتيم. تعود حيثيات القضية إثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية قدر ب 1,78 مليون سنتيم، ليتم على الفور مباشرة عملية البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد الاتجاه الذي سلكه المشتبه فيه وحتى المركبة التي استعملها، أين تم توقيفه مع استرجاع المبلغ المسروق كليا والمقدر ب 1,78 مليون سنتيم، أجهزة كهرباء منزلية، سيارة نوع مرسيدس، مع توقيف المشتبه فيه الثاني والذي يعتبر شريك في الجريمة. سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.